احنا لكم بعد الطاقم طلع من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، صحة سلام. طاقم فول بالتخديعة بالبيض المدحرج بكله تشكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله نعمل معانا طاجن فول ب صلصه الطماطم او صوص الطماطم. ونبدا مع بعض. عندنا هنا طبعا دي عندنا دي الزبده بتاعت الثوم، او يعني لو انت حابه تضيف صوص حسب المحبب. يعني نبدا ان احنا نصفرهم بس. حط عندنا كوبايه مع فيه طماطم، حط نص كوبايه من الميه، حط عندنا مجموعه من التوابل اللي انت بتحبيها. يعني هنا حاطين هنا ملح وفلفل بابريكا بصل بودرة وثوم بودرة وشطة وعندنا كمون. عندنا الفول بتاعنا اللي احنا مدمسينه طبعا في البيت، فاحنا هنحطه ونغطيه ونسيبه كده مع بعض عشان يتسبك مع بعض شوية. الفول بتاعنا بعد ما ضربناه فول بالتخديعة نضربه مع بعض في الخلاط. نقسمه عليهم. وادي بقية الفول. نضرب الفول بالتخديعة اهو. زي ما انتم شايفين اهوت الفول بعد ما خلص، شويه بقى جبنه الموتزاريلا عليهم كده وندخلهم الفرن ياخدوا وش، تبقى روعه. وزي ما انتم شايفين على الفرن واستنوا لي.